أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو أصح كتاب في السيرة والذي توصلنا بالرجوع إليه؟ الحمد لله، الكتب التي ألفها الأئمة كثيرة وكلها ولله الحمد محل الثقة. السيرة لابن هشام هذا أوسع شيء، السيرة النبوية لابن هشام هذه أوسع شيء في السيرة، السيرة للإمام الذهبي، السيرة لابن كثير، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، زاد المعاد لابن القيم. نعم.